السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات غادي نحضروا مع بعض هذا البيني بثلاث حشوات مختلفه اللي الصراحه كيجي لذيذ. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 600 غرام ديال الدقيق، ونحتاجو 80 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الخبز، جوج معالق كبار عامرين تاع بودره الحليب، جوج معالق كبار عامرين تاع السكر، عندي هنايا نصف ملعقه من الملح، عندنا هنايا جوج ديال البيضات يكونوا بالحجم الصغير، الا كان البيض عندكم كبير فمن الافضل انكم تديروا غير وحده. عندي هنايا سكر فاني، وعندي 250 مليلتر ديال الماء. غادي نمروا للطريقه نتاع التحضير. غادي نضيفوا الملح للدقيق ونخلطوا، ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه من هذا الماء وغادي نضيفوها للخميره نتاع الخبز. نحاولوا نخلطوا هاد الخميره مع الماء ونخليهم على جنب يتفاعلوا، وغادي نضيفوا الدقيق، جوج معالق كبار نتاع السكر، نضيفوا بودره الحليب، ونضيفوا سكر فاني، نخلطوا مزيان هاد النواشف. من بعد غادي نضيفوا الماء ونضيفوا جوج ديال البيضات، الا كان البيض كبير فنضيفوا غير وحده. هنا ضفت الخميره نتاع الخبز من بعد ما تفاعلت. غادي نخلط هذه المكونات كامله بالملعقه الخشبيه، اولا نعجنهم بيدينا اولا نديروهم في العجانه لكم الاختيار. من بعد ما خلطنا الخليط يكون على هذا الشكل، غادي نضيفوا هذه الزبده هذه للخليط. نحاولوا هذه الكميه نتاع الزبده ندخلوها كامله في العجينه بهذا الشكل. هنا البنات ضروري خصنا سواء نديرو بيدينا اولا نديرو في العجانه. شوفوا القوام ديال العجينه كيفاش كيكون، كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين، تكون بهذا الشكل. غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليوها على جنب حتى يتضاعف الحجم ديالها، وغادي نمروا باش نصاوبوا الكريمه نتاع الشوكولا. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج جوج معالق كبار تاع السكر، جوج معالق كبار تاع مايزينا، سكر فاني، 100 غرام تاع الشوكولا، و 350 مليلتر تاع الحليب. غادي ناخذ واحد الكاسرونه نوضعوا فيها الحليب، نضيفوا السكر، نضيفوا مايزينا او النشا، نضيفوا سكر فاني، وغادي نخلطوا هاد المكونات. طبيعة الحال الحليب كيكون بارد. بالنسبة للشوكولا حتى الأخير عاد نضيفه. غادي نوضع هاد الكسرونة على النار وغادي نستمر في التحريك حتى يتقل عندنا الخليط ويرجع بهاد الشكل. من بعد غادي نضيفه له هاد الشوكولا، غنستناو عليها واحد شوية تذوب ونحركه. من بعد تصبح عندنا الكريمه بهذا الشكل، غادي نفروها في واحد الاناء ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليوها تبرد واحد شويه اولا تدفع، عاد ندخلوها للثلاجه تبرد. كريم باتيسير نحتاجو لها 250 مليلتر ديال الحليب، جوج معالق كبار نتاع السكر، معلقه كبيره عامره نتاع بودره كريم باتيسير، سكر فاني، وغادي نخلطو هاد المكونات ونوضعوا الخليط ديالنا فوق النار حتى يتقال ويرجع بهذا الشكل. ومن بعد غادي نضيفوا له معلقه صغيره ديال الزبده ونحركوا الخليط مزيان حتى تذوب ديك الزبده، ومن بعد نفرغوه في واحد الاناء نغطيوه بالبلاستيك الغذائي. دائما البلاستيك الغذائي يكون ملامس للوجه ديال الكريمه باش ما تشكش عندنا ديك الطبقه الغليظه. غادي نخليوهم يبردوا ومن بعد نمروا العجينه ديالنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها تكون بهذا الشكل. غادي نحاولوا نفرغوا من هذاك الهواء
غادي نرشوا سطح العمل بالكميه قليله من الدقيق ونزلوا العجينه نتاعنا من بعد ما خمرت. ونحاولوا نفرغوا منها الهواء بهذا الشكل وغادي نسرحها. ضروري نستعنوا بالدقيق البنات باش العجين تاعنا ما يلصقش مع سطح العمل وما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه. نتاكدوا هنايا بان العجينه ما لصقاش. هنا خديت هاد القطاعه اولا المرشم، انا خديته بهذا الحجم، ثم لكم الاختيار تختاروا صغير او لا كبير. من بعد ما شكلنا الدوائر العجين اللي بقى لنا غادي نحاولوا نجمعوه مره اخرى بهذا الشكل وغادي نوضعوه في البلاستيك ونخليوه حتى يرتاح ونرجعوا نشكلوه مره اخرى. هنا البنات كنوريكم السمك ديال العجين كيفاش كيكون. هذا هو السمك، ما كيكونش غليظ بزاف وما كيكونش رقيق. خديت هنايا الورق نتاع الزبده وقطعته على شكل مربع وضعت فيه الدوائر باش ما يلصقش الدوائر نتاع العجين في المنديل. غطيتهم بمنديل اخر وخليتهم 15 دقيقه حتى خمروا ورجع الشكل ديالهم، رجع عفوا الحجم ديالهم بهذا الشكل. خديت واحد المقله وضعت فيها الزيت وخليتها حتى حمات الزيت وضعنا الدوائر نتاع ليبيني. نخليوهم واحد زوج دقائق البنات ومن بعد نقلبوهم مباشره. لاحظوا كيفاش كيتنفخ البيني، صراحه كيجي لذيذ البنات وكيجي منفوخ وخاوي من الوسط. ومن بعد ما يطيب البنات غادي نحاولوا نرفدوه في واحد الصفايه بهذا الشكل ونوضعوه في شي شبكه اولا تبصيل اللي نكونوا واضعين فيه ورق المطبخ. غادي نستمر البنات بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. نخليكم مع تتمه الفيديو. وبغيت غير نشير لواحد النقطه البنات، بالنسبه لهاد الدوائر الا لصقونا في هاد الورق المطبخ وما بغاوش يهبطوا فخليهم غير واحد الدقيقه ومن بعد غادي يهبطوا لكم بسهوله. وكان هذا هو الشكل نتاع البيني من بعد ما طاب. تحصلت على 24 حبه بهذا الحجم هذا. فانتم البنات الا كنتوا صغرتوا الحجم فغتحصلوا اكثر من 24. شوفوا كيفاش كيجي من فوق. انا غادي نمر باش غادي نفند هاد الحبات هادو في السكر بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه. واللي بغى يستغنى على هذه المرحلة ويخليهم بدون سكر فبإمكانكم. انا هنا فتحت معكم هذه الحبة باش نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا البنات كيفاش كتجي هشيش، كيجي هشيش وفارغ من الوسط. هنا كملت الكميه كامله وغادي نمر باش غادي نحشيوها بالكريمات اللي حضرنا مع بعض، كريمه الشوكولا وكريم باتيسيير والشوكولاته تاع الدهن نوتيلا او لاي ماركه تفضلوا. هنا حاولت انني نشكل واحد الثقب في كل حبه ديال البيني بهذا الشكل. بالنسبه للحشوه البنات فلكم الاختيار، بغيتوا تحضروا ثلاث حشوات تحضروهم، بغيتوا تحضروا غير حشوه واحده
بامكانكم لكم الاختيار، وكل واحد وداكشي اللي كيكون متوفر عنده في المنزل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحشو نتاع البيني كله. البنات كانوا هادو هما البيني اللي حضرنا مع بعض، يجيو على هذا الشكل. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه البنات الحشوات بثلاثه لذات بزاف، نتمنى انكم تجربوهم. البنات وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. معليا غير نقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.